موديلينج كاستينج تيبس، كيف الموديل بتحضر حالها وكيف بتخلق ستريس. جود مورنينج، صباح الخير، ويلكم باك على فيديو جديد. اليوم بهيدا الفيديو رح خبركم موديلينج كاستينج تيبس، كيف الموديل بتحضر حالها انه تحضر حالها نفسيا للكاستينج. بهذا الفيديو انا عم صور حالي الياس منه هون، سو ان شاء الله يعجبكم تصويري. واليوم عملت عصير جزر كاروت جوس، ما عملت سموذي، ويلا خلينا نبلش. اول شغله كثير عالم بيسالوا شو بلبس، شو بدي اكون لابسه، كيف بروح. من المفضل انه الواحد يلبس بلاك توب اند بلاك سكيني جينز، يكونوا ضايقين على الجسم كرمال يبين يور بودي شيب مثل ما هو. احسن انه ما يكون في ولا لوجو ولا سين، خليها تكون بيسك سمبل توب اند بانز. اكيد خذوا معكم كعب، فيكم ما تكونوا رايحين لابسينه تلبسوه هونيك، روحوا بالفلات عادي، بس مهم يكون معكم كعب هونيك. ثاني شغله شعركم خليه سمبل، ما تكونوا عاملين له لا برشينج ولا شيء، مثل ما هو ناتشرلي شعركم مثل ما هو بالطبيعه خلوه هيك. كرمال الميك اب من المفضل اكيد تجوا مش حاطين شيء على وشكم ابدا ابدا. هلا اوقات بيقطعوا بيحطوا لك شوي انتي سان كونسيلر او بيظبطوا شوي حواجبهم، بس انه من الاحسن انا صراحه ما بحط شيء على وجهي بس بروح على كاستينج. ومثل ما قلت بفيديو قبل بالجيت ريدي وذ مي فور ا فاشن شو، اذا ما حضرتوه حيكون شي محل هون فوتوا حضروه. ما تحطوا برفيوم لو حتى اتس كاستينج، نو ثقيلك وحد يفوت وريحته برفيوم قويه ما بدنا حدا ينزعج منها. سو خلينا سمبل، بس حطوا ديودورنت او كريم اذا بدكم اون يور بودي، بودي كريم وروحوا. اهم شغله بكل اللي حكيته لهلا هي اكيد الثقه بالنفس، روحوا ويت كونفيدنس، ما في شيء تخافوا منه. لو حتى ما اخذوكم معلش غير مره بيقبلوكم، بركي هن ما بدهم يعني ما حسوا انه انتم يو سوت الفاشن شو او الشوت اللي عندهم اياه، اتس alright غير مرة بياخدوكن. سو روحوا مش خايفانين من شي، فرجوا your personality، لأنه كتير أوقات الدايركتورز على فكرة بيجذبون models مش كرمال شكلهم أو هيك، كرمال شخصيتهم، لأنه عن جد بالشغل شخصية المودل وكيف تتصرف مع العالم عن جد بتأثر وبتخلي الشغل much better يكون. ثلاث أرباع الأوقات بس تكونوا رايحين على كاستينج تنطروا شوي، بيكون في كذا موديل عم يفوتوا ورا بعض وحدة ورا الثانية، يعني بركي بتكون ساعة ساعتين you never know. سو جربوا إنه لهو حالكم كمان ما يكون عندكم ستريس، لأنه هيدي النطرة على فكرة بتخلق ستريس. بركي خذوا معكم بوك، اقروا بالبوك ولا listen to music، إذا هيدا الشيء اسمعوا موسيقى، إذا هيدا الشيء بيريحكم، يعني كل واحد يشوف هو شو الانتي ستريس تبعوله ويعمله هو وناطر تيجي دوره. او بركي يو كان سوشيالايز، فيكم تتعرفوا على عالم جديده، تحكوا مع المودلز، يصير عندكم نيو فريندز، تعطوا تخبروا بعض عن يور اكسبيرينس بالموديلينج، يعني عن جد بتعرف على كثير عالم بهيدي النطره بالكاستينج. موفينج اون، شو لازم تتوقعوا بس تفوتوا على الكاستينج بس يجوا دوركم؟ بتفوتوا حيسالوكم بيسك كويستشنز، شو اسمكم؟ قد عمركم؟ قد طولكم؟ واوقات بيسالوكم كمان عن قياساتكم، عن قياس البست، الصدر، الخصر واللارج هيبس. فا اتس بروفيشنال اذا بتكونوا حافظينهم هيك دغري بتقولوا لهم اياهم، بس انه ثلاث ارباع الاوقات اصلا بيرجعوا هن بيقيسوكم تيتاكدوا من كل شيء. وبيسالوكم كمان وات يو دو ان يور فري تايم، شو بتعملوا بوقت فراغكم، شو بتعملوا غير الموديلينج، قد ايه صار لكم بالموديلينج اندستري، لمين مصورين قبل، مع مين شاغلين قبل، انه حيسالوكم سؤالات بركي بيرسونال كمان كرمال يتعرفوا شوي على شخصيتكم، لانه بالشغل هيدا الشيء بياثر كثير وبخلي الاكسبيرينس تكون يا منيحه يا لا. ثاني شغله معقول كمان يسالوكم تمشوا، هلا it depends حسب الكاستينج لشو، يوجوالي اذا كان لفاشن شو بيطلبوا منكم تمشوا بالكعب روحة رجعة ويشوفوا how you walk. سو احسن قبل ما تروحوا to practice your walking، احضروا بلكي يوتيوب فيديوز بيفرجوا how to walk like a model، انه اذا ما لكم بعدها بتعرفوا كيف practice منيح بالكعب، الكعب هو نفسه جربوا خذوه كرمال تكونوا معودين ومرتاحين فيه. واذا كان الكاستينج لفوتوشوت بيطلبوا منكم انه تعملوا بوزيت وتفرجوا انه كيف انتم بتتصوروا، يشوفوا وشكم in front of the cam وحيصوروكم هن من عندهم كرمال يضل عندهم صوركم اذا رجعوا بدهم اياكم تيحكوكم،
يتذكروا how you look like. Finally وصلنا لآخر الفيديو. إذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملوا لايك، وإذا عم بتحبوا كل شي فيديوز عن modeling كمان اعملوا لايك، وخبروني بالكومنتس أي type of videos عم بتحبوا أكتر، وإذا في فيديو ideas حابين إني أعملها كمان خبروني بالكومنتس. Subscribe وبشوفكم next week.